تحية مجددة لكل الناس اللي بتتابع صباحات سودانية لهذا اليوم وصباح 6 أبريل. يمكن من خلال 6 أبريل أو عموماً ما 6 أبريل هو عموماً الثورة السودانية، قدرنا نعرف أن المرأة ما كانت بالتنميط اللي كان موجود زمان، ولا كانت بالفكرة اللي كانت موجودة عند الناس إن المرأة ما كان على البيت وإن المرأة ما بتقدر على حاجة وإن الرعب والخوف دائماً هو الحاجة المتملكها. قدرنا نشوف شخصيات وفتيات وكنداكات سودانيات قدروا منهم برضو يعملوا حاجات كثيرة جداً غير متوقعة، وقدروا يقفوا قصاد البنبان ويرجعوا البنبان مرة تانية. أكيد كلنا حنتذكر في اللحظة دي رفقة صائدة البنبان. صباح الخير عليك يا رفقة. صباح النور عليك، كل سنة وانتو طيبين بمناسبة ذكرى 6 أبريل، وبترحم على أرواح الشهداء، أرواح 6 أبريل وكل شهداء الثورة السودانية. مبسوطة الليلة إنه وجودي في قناة السودانية 24. يوم 6 أبريل الليلة يمكن يكون يوم شوية مختلف عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت جو بتاع الثورة، كان أول دخولنا للقيادة، فالليلة الجو شوية مختلف بسبب فيروس الكورونا. فبحاول برضو أقول للناس إنه تحاول تغي نفسها من مرض الكورونا شوية. فبمناسبة 6 أبريل السنة اللي فاتت كان يوم ما في زول كان مصور فيه وحيحصل شنو، هو الناس كانت كده متحمسة لليوم شديد. فالحمد لله كان دخولنا القيادة كان دخول يعني أبهر العالم كله. أنت كنت متعودة تطلع في كل المواكب اللي كانت قبل 6 أبريل؟ أنا كان طول عمري شهر 12 يعني كنت أطلع المواكب باستمرار لحد دخول القيادة. زي المواعيد دي السنة اللي فاتت أنا كنت محتغلة، احتغلوني من الساعة 8 صباحا ودوني ابو جنزير. فلحد ما طلعت جازفت طلعت وزلت القياده كان مع دخول الخير مع الدخول حق القياده دخلت بالخرطوم بالعربي ما كنت جاي من العربي. يمكن يكون يا رفقه دائما عند الناس انه يعني الناس دائما بتقول لك انه بتخاف المره ما حتقدر تجري، يعني كان فكوا فيك بمبان حتعمل شنو، لكن انت كسرتي كل الحاجات دي. يعني ما هو في النهاية إثبات إنه إحنا بنحاول نثبت للعالم. دي الصورة يا رفقة. يعني الحاجة اللي خلتك تقدري تشيلي بمبان وترجعي لي وتاني، يعني حاجة في الوقت ده كان إحساسك شنو؟ كنت متوقع في يوم من الأيام تعمل عملية زي دي؟ يعني متوقع؟ والله ما بالصورة الكاملة، ما متوقع أعمل الحركة دي، بس إنه العامة الكنداكات السودانيات في المواكب يعني عندهم دور كبير في الثورة السودانية. يعني ما الناس بتقول البنات 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 البنات، لكن في الثورة حقت الثورة السودانية تحديدا البنات أثبتوا دورهم في بتفاصيل كثيرة. فأنا ما كنت ممكن متوقع الحاجة تحصل بالطريقة دي، لكن داير أثبت للعالم إنه الشعب السوداني ما شعب هين، بالذات النساء السودانيات ما كان دورهم كبير أو هم زي ما بيقولوا كان سبب نجاح الثورة السودانية. أنا عايزة أقول لك الدينية ديك ويا ريت الكاميرا تكون معي، إنه وهي موضوع البومبان ما وقف على كده، إنه استيل يعني رفقة بتعاني إنه في مشكلة في العصب في يدها لحد اللحظة دي أثر عليها وكان في جرحة، لكن حاسة بيرت الحمد لله. الحمد لله. حاجة بسيطة جدا جدا. في الثورة السودانية دي في ناس ضحوا بأرواحهم، في ناس ضحوا بحيات كثيرة بخصوص الوطن، بخصوص قضية كانوا طالعين عشانها، فمشكلة ما كبيرة شديد. طيب إذا رجعنا وتكلمنا عن دور المرأة كان في الثورة السودانية، هي ما كانت بس بتطلق الزغاريد عشان تحمس الناس وعشان تعلن موعد الثورة الحقيقي، هي كانت عندها أدوار كبيرة جدا. يمكن من الأطفال الصغار لحد كبار السن كان عندهم دور كبير في الثورة السودانية. شوفوا كانوا بغنوا وحافظين وبحبوا يطلعوا، ناس كبار بحمسوا، فكان في حماس شديد بالنساء الزغاريت. يعني قدر ما زول يحكي ويقول ما الاحتقالات ما كانت بتخوفك او ما بتحسي انه هي حتوقفك؟ انا يمكن احتقلوني خمس مرات احتقلوني. المره الاولى شويه كنت خايفه، بس ثاني تعودت على الاحتقال فبقى بالنسبه لي عادي، بس انا عايزه اخارج نفسي منهم. لحد ما ثالث احتقال لي كانوا تعرفت انه انا عندهم رفقه اللي كنت ورقي لهم الموبايل، لانه كنت بطاقشهم في مواقف كثيره، يعني في مدرمان في بري في بحري بلاقيهم، فتعرفت كانوا بيحزنوني شديد من الحاجه دي. يجوا يحتضنوني من البيت بيسوقوني من البيت لحد هو 6 ابريل. كنت لما احتغلوني كنت مغير اسمي عشان
اليوم دي يمكن كان تحصل فوق حيات كثيرة، فكنت بحاول قدر الإمكان أتفادام عشان أكون في حضور في دخول الغيادة في الموكب. طيب يعني أنت احتقلوكي من البيت عديل من شو ساقوكي، الحاجة دي ما خلت ناس البيت إنه إحساس يعني بتقعدي في البيت أنت عايزة تصل إلى شنو؟ لأنه كان الوقت ذاك الناس لسه ما مؤمنة بالثورة السودانية وما كان مؤمنة قد شو ممكن يحصل التغيير ده. هي كانت إحساس وحماس من الشباب، لكن كان الناس الكبار لسه ما متيقنين من الحالة دي. يلا أنا أبوي كان شوية معي يعني بقول لي بس أعمل حسابك أعمل حسابك. أمي الفترة الأولى حقت شهر 12 دي كانت تحميني، بيقول لي ما أطلع، كنت بطلع بوراه لحد ما اقتنعت إنه لازم الناس تطلع، وهي ذاتها كانت بتطلع معي، ناس البيت كلهم كانوا بيطلعوا معي. فتاني بقى الموضوع عادي، بس بقى الموضوع اعتقادي ودي خافوا منها، بقول لي يا رب أعمل حسابك أعمل حسابك أطلعي قريب ما أطلعي بعيد. فكنت مصرة إنه أنا أطلع، مصرة إنه أنا أطلع الحتة المواكب الكبيرة، الحتات اللي كانت زمان ما بيطلعوا فيها الناس. فكنا عاملين شوية بتاعت حماس في الأحياء اللي كانت ما فيها الناس بتطلع. وستة أبريل كان كيف بالنسبة لرفقة؟ وإنه أنت طالعة من محتقل أصلاً، يعني أنت من الصباح عارفين إنك حتكوني من الناس اللي حيكونوا ماشيين القيادة، وجو احتقلوك من البيت الساعة 8 بعد ذلك أنت قلت تطلعي منه. الاحتغالات الأخيرة دي كانت بيجوا بسجوني البيت، يعني كان احتغال اسمه احتغال مؤقت، يعني بيجوا صباح الموكب بيجي من الصباح بيسوقوني البيت وبمشي بقعد اقضي فتره حقت في المعتقل حقت الموكب كله لحد الموكب، بعدين بجي راجع البيت. يعني وما كل يوم، يعني بس يعني مثلا خميس واحد يعني على حسب المواكب الكبيره. بقيت ثاني ما بقدر يعني اقعد في المعتقل كده، بقيت البس نقاب واطلع ببيت يعني ناس عمتي تغير المكان تغير المحل انا فوقي واطلع بنقاب عشان ما تعرفين رفقه. فكنت بطلع كده لحد يوم 6 ابريل ما كنت لابسه نقاب، طلعت خلاص كنت قنعانه وانه احنا لازم اليوم متحمسين شديد لليوم. فاول ما طلعت الثلاثه الساعه 8 صباحا مشيت العربي واحتغلوني من جنب مسيف الزيتونه. فمشيت ابو جزير قلقلوا معي لحد مشيت السجن حق الهدى، وفي كان واحد من العساكر تعاطف معي شويه وقام طلعني من هناك، ولحقت الموكب قبل الساعه 12 كان. كان يوم يعني حماسي جدا، وانا من 6 ابريل هو كنت قاعده ما طلعت من الغياده، يمكن الا بعد 15 يوم حتى ريحت البيت. قدرنا نثبت للناس انه المراه دورها كبير جدا، وانه الكنتاكه السودانيه هي مصدر فخر لكل العالم. اكيد اكيد طبعا الثوره السودانيه دي ظهرت حاجات للعالم كله ما كان في زول متوقع، ما فكان في حماس في العالم انه عايز يعرف السودان. جو يعني بيجوا كانوا بيصوروا الاجانب في السودان عايزين يعرفوا الثوره دي كان فيها شنو، يعرفوا تفاصيلها لانه اثبتوا وجودهم في العالم انه الشعب السوداني ما شعب هاي. فتحديدا المراه السودانيه كان دورها كبير جدا، او دور ممكن نقول هي سبب نجاح الثوره السودانيه. ممكن نقول برضو يعني الثوره السودانيه كانت سبب في انه المراه تتخلص من كثير جدا من القيود ومن العراقيل والعادات والتقاليد الراسخه في الاذهان. صح يمكن نقول كده، لانه زمان المرأة بيقولوا كانت محرومة من الحقوق حقها. فترة 30 سنة كانت المرأة محرومة من حقوق كثيرة، قدرت تثبت وجودها وقدرت ترجع الحقوق حقها. عايزة بس من خلالك يعني كلمة أخيرة حابة تقوليها لكل الناس، هي صراحة المساحة بسيطة جدا يا رفقة علينا نتكلم عن يوم تاريخي زي ده، لكن نسبة للمساحة الضيقة للبرنامج ففرصة لك إنك تقول أي حاجة حابة تقوليها، إذا كان للجان المقاومة اللي كانوا معاك، إذا كان للناس اللي كانوا معاك في المواكب، للناس اللي من خلال بعض أنتوا عرفتوا بعض وكانت بيناتكم حاجات كثيرة للوطن. والله أنا حابة أحيي جميع الشعب السوداني من هنا. ويوم 6 أبريل ده إحنا كنا الليلة مخططين له حياة كثيرة، كان احتفال كبير في برامج كثيرة، لأنه كانت ذكرى سمحة لنا أو ذكرى جميلة للشعب السوداني. فأنا حابة أوصل رسالة صغيرة إنه يا إخواننا يعني الفيروس ده حق الكورونا ده ما فيروس يستهونوا بيه، فإحنا ممكن نقول زي بريك كده أو نجي نحتفل بيه في وقت تاني، لأنه إحنا ما عايزين نفقد مزيد من الناس في السودان. فنحاول نتفادى ننبسط من جوا ونكون متحمسين بالسوشيال ميديا، بس الناس ما تحاول تطلع الموكب، حماية لنا وللناس اللي حوالينا. دي حاجة للوطن عشان نحافظ على أرواحنا، فإحنا نكون في السيف سايد من البرنامج ده. فلاحقا ممكن نحتفل بالبرنامج ده وهي ذكرى حلوة شديد، وحنحتفل أكتر وأكتر بتحقيق الحياة اللي إحنا طلعنا من شهر 12 عشان نحققها، فهي حتتحقق إن شاء الله، بس الناس تعمل حسابها.
شكرا لك كثير جدا الكنداكة صائدة البومبان رفقة، شكرا لك كثير جدا، وان شاء الله يعني حب الوطن هو ما حيقيف ولا بس بالتعبيل، هو ممكن يكون وكيد عشان الناس تعيد حبها لوطنها مرة ثانية. شكرا لك كثير جدا.